طيب ايه توقعاتك لنادي الزمالك خلال الفترة الجاية، سواء في مسيرته المحلية مع الدوري المصري او مسيرته الافريقية في دوري الابطال؟ بص، بالنسبه للمسيره الافريقيه الزمالك يعني في مهمه صعبه جدا، بيخسر اول مباراه من شباب بروزاز في استاد القاهره، وبيتعادل ثاني مباراه مع المريخ السوداني في ليبيا، فبالتالي الزمالك عنده ماتش صعب جدا مع الترجي يوم السبت. اي نتيجه لنادي الزمالك يعني بعيدا عن الفوز على الترجي او العوده الى القاهره بنتيجه ايجابيه، اعتقد انها صعب مهم نادي الزمالك في التاهل من دور المجموعات بشكل كبير جدا، ودي هتبقى ازمه كبيره لنادي الزمالك. انت بتتكلم في السنه الثالثه على التوالي الزمالك يغادر دوري الابطال من دور المجموعات، فاعتقد انه جمهور نادي الزمالك يعني لن يعني يصبر كثيرا على الفريق بالشكل ده، ولكن انه الخبر بتاع امبارح انه قيد الثلاث صفقات بتوع نادي الزمالك زي ما حضرتك ذكرت في بدايه كلامك، احمد الحاج وناصر منسي ومحمود شبانه، قد يكون عامل نفسي اكثر يساعد نادي الزمالك على تخطي عقبه الترجي. الترجي فريق كبير يعني مخضرم في دوري الابطال، فبالتالي انه يعني الماتش هيبقى تقيل يوم السبت، واعتقد انه نادي الزمالك واللاعبين لديهم من الخبرات ان هم يعودوا مره اخرى الى المنافسه في المجموعه، ولكن زي ما حضرتك بتقولي ان هي في الاخر ارقام، انك انت خلاص انت ما قدامكش، انت عندك بونت واحد، الترجي عنده 6 نقاط، فبالتالي اي نتيجه خساره لنادي الزمالك من الترجي يوم السبت القادم اعتقد انه بشكل كبير جدا انه نادي الزمالك هيغادر دوري المجموعات مبكرا. ده افريقيا. محليا يعني الوضع كان سيء في الفتره الماضيه، ولكن تحسن تدريجيا بعد يعني الفوز على السموحه، وكمان نتائج بتاعت امبارح بتاعت بيراميدز ومع المصري وفيوتشر مع المقاولين العرب ادت بعض الانطباع لجمهور نادي الزمالك انه لا، النادي قادر على انه العوده مره اخرى للمنافسه في الدوري الممتاز، حتى على الاقل ان الزمالك يخرج حتى كثاني الدوري الممتاز ويشارك في دوري الابطال الموسم القادم، لانه الفتره اللي فاتت كانت النتائج صعبه بشكل كبير، وحتى ترتيب نادي الزمالك تراجع في الدوري الممتاز. بتتكلم الزمالك دلوقتي خامس الدوري، شفنا قبل كده برضه الزمالك كان موجود سادس الدوري وسابع الدوري الاسابيع اللي فاتت، لانه النتائج ما كانتش على المستوى المأمول، ولكن اعتقد انه بعد العوده من مباراه الترجي اعتقد الزمالك لو ركز في الدوري الممتاز هيفرق معاه بشكل كبير جدا، وعلى الاقل قد يكون يعني يصل الى المركز الثاني في الدوري ويشارك في النسخه القادمه من دوري الابطال مع النادي الاهلي يعني.